صحافة مستقلة.
الثور على حق المهدور. يستحق الثور ثور على حق المهدور. أنا بحر صحافة مستقلة. 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 يا صحافي دور دور على حقك المهدور. 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 سلطان رابعة والسلطان رابعة. يمشي يا للعار يا للعار الصحافة في حصار. 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 أميرة طبعا انا عاد ما غير ما قدم الاولاد هاي سلطه رابعه والسلطه رابعه 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 إعلام عمومي مش إعلام حكومي. 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 ما هوش علم حكومي. يا صحافي دور دور على حقك المهدور. يا صحافي دور دور على حقك المهدور. الحرية للصحافة التونسية. الحرية للصحافة التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية الصحافة التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. يا حكومة عار عار الصحافة في حصار. 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 بطالة 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 الصحفيين.
التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية للصحافة التونسية. يا صحافي ثور ثور على حق المهجور. 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 يا اختانا برك سيبان سلطة رابعة والسلطة راكعة والسلطة رابعة والسلطة راكعة سلطة 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 رابعة مستقل.
التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية الحرية للصحافة التونسية. الحرية للصحافة التونسية. حريات حريات دولة البوليس وفاق. 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 مستقلة عليهم حرب. صحافة 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 مستقلة. السلطة رابعه 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 يا صحافي زور زور على حقك المهدور. 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 يا صحافي لا تهتم بالحرية تهتم بالدم. يا صحافي لا تهتم بالحرية تفدى 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 بالدم. الحرية الحرية للصحافة التونسية. 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 حريات دولة البوليس وفاد. حريات 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 مش صحافة التعليمات. حريات حريات.
التعليمات مستحق التعليمات حريات حريات 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 مستحق التعليمات إعلام عمومي ماهوش إعلام حكومي إعلام عمومي ماهوش إعلام حكومي إعلام عمومي ماهوش إعلام حكومي إعلام عمومي إعلام عمومي ماهوش إعلام حكومي إعلام عمومي سلطة رابعة والسلطة رابعة 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 يا صحافي لا تهتم الحريات افتى بالدم 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 يا صحافي لا تهتم يا حكومة فيك فيك الصحافة صعيبة عليك 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 يا حكومة هزي بيك الصحافة صعيبة عليك يا حكومة هزي بيك يا حكومة هزي ايديك الصحافة صعيبة عليك يا حكومة هزي ايديك الصحافة صعيبة عليك يا رئيس فيك فيك الصحافة صعيبة عليك يا رئيس فيك فيك الصحافة صعيبة عليك يا رئيس هزي ايديك الصحافة صعيبة عليك يا رئيس فيك فيك الصحافة صعيبة عليك يا رئيس فيك فيك الصحافة صعيبة عليك يا صحافي لا تهتم الحريات افتى بالدم 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 يا رئيس السيديك الصحافة صعيبة عليك يا رئيس السيديك الصحافة صعيبة عليك يا رئيس السيديك الصحافة صعيبة عليك يا حكومة السيديك الصحافة صعيبة عليك يا صحافي صور صور على حقك المهدور يا صحافي صور صور على حقك المهدور يا صحافي صور صور على حقك المهدور يا صحافي صور صور يا صحافي صور صور على حقك المهدور إعلام حر صحافة مستقلة 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 إعلام حر صحافة مستقلة
البوليس وفات. حريات حريات دولة البوليس وفات. حريات 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 دولة البوليس وفاء. حريات حريات دولة البوليس وفاء. حريات.
يا صحافي دور دور على حقك المهدور. يا صحافي دور دور على حقك المهدور. يا صحافي دور دور على حقك المهدور. يا صحافي دور دور على يا صحافي دور دور على حقك المهدور. 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 حرية مش صحافة تعليمية. حرية مش صحافة تعليمية.
يا مواطن حيق حيق الصحافة ما تسبيك يا مواطن حيق حيق الصحافة ما تسبيك حريات حريات دولة البوليس وفاء حريات حريات دولة البوليس وفاء هرب 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 هرب
اليوم كما اليوم صار سيل تالي كانت مسيرة حرية الصحافة والتعبير في 3 ماي 2013. كانت تتقدمنا الرئيس الراحل نجيب الحبروني الله يرحمه، وكان يتقدمنا ايضا سفيان الشرابي يذكره بالخير، وكان يرفع شعار التضامن بين الصحفيين. واجد بعد عام شوي فقدنا سفيان الشرابي ولا نعرف مصيره الى اليوم، وفقدنا نذير الكتاري ولا نعرف مصيره الى اليوم. والرئاسة والسلطة اليوم والحكومة رغم علاقاتهم بالجهات الليبية وعودة العلاقات مع ليبيا لم يقدموا ولم يقوموا بأي مجهود من أجل معرفة الحقيقة، من أجل معرفة مصير سفيان ونذير. ونقابة الصحفيين والصحفيين الثلاثة كل شعارهم ما يتقصش، نريد الحقيقة في مصير سفيان الشرابي ونذير الكتاري. في تلك المسيرة أيضا من تحصيل تالي رفعنا شعارات الاستقلالية عن السلطة، ورفعنا شعارات الإعلام العمومي وليس الحكومي، ورفعنا شعارات ضد الانتهاكات الواقعة على الصحافة والصحفيين، ورفعنا شعارات تنادي بحقنا وحق المواطنين في النفاذ الى المعلومه وفي الاعلام الحر والمستقل. بعد 9 سنين نلقاو رواحنا نعيد نفس الشعارات، لان الحكومات تغيرت والسياسات لم تتغير. الانتهاكات والاعتداءات على حق على الصحفيات والصحفيين متواصله وفي ارتفاع بعد 25 جويلية. حق النفاذ الى المعلومه تم ضربه وتم التعتيم نهائيا على المعلومه. حملات التحرير والتشويه والهرسله والميليشيات الالكترونيه التي تقوم بهرسله كل من يخالفهم في الراي، وهرسله الصحفيات والصحفيين والنشطاء والسياسيين والمدونين. ضرب مناخ الحريه في تونس. نحن كصحفيات وصحفيين تونس لا نرضى بهذا، ونخرج في مسيره مثل اليوم من اجل ان نقول لا للسلطه ولا للالتفاف على الحريات ولا للتراجع على هذه المكاسب. تونس اليوم تراجعت ب 21 درجه على ترتيبها في العام الماضي بفعل السياسات القمعيه. وكما خرجنا وتظاهرنا ورفعنا اصواتنا عاليه ضد كل من افسد الاعلام وكل من افسد الديمقراطيه، ضد حكومات حركه النهضه، ضد العصابه التي كانت تحكم بزعامه هشام المشيشي، ضد حكومه يوسف الشاهد، وضد القمع الذي سلط على الصحفيات والصحفيين في 2018. نقف اليوم بنفس الحزم وبنفس الثبات ضد هذه المنظومه التي تكرس كل بوادر الدكتاتوريه وكل بوادر الاستبداد وكل بوادر الالتفاف على الحريات. الصحفيات والصحفيين ونشطاء وناشطات المجتمع المدني وكل الاحرار في تونس مستعدين للدفاع على حقوقهم وحريتهم. ونقول للسلطة مهما كان لون هذه السلطة في اليمين او في اليسار، سنقول لها نحن اصواتنا ستظل مرفوعة، اصواتنا ستظل عالية، سندافع عن الحرية باصواتنا وباجسادنا وباقلامنا وبضمائرنا وبكل ما اوتينا من قوة. هذه المسيرة عودة الى العمل الى التظاهرات الميدانية ولن تكون الأخيرة. تحركاتنا ما زالت متواصلة للدفاع على الحريات وللدفاع على حقوقنا وللدفاع على حق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة. نشكر كل من ساهم وأنجح هذه الوقفة. نشكر كل الأصدقاء والصديقات في المجتمع المدني من المدونين من النشطاء من القضاة من المحامين. نشكر كل من دافع وكل من خرط في حملة الدفاع على حرية الصحافة والتعبير. هذه ليست نهاية الحرب، هي معركة نخوضها، وسنواصل خوض هذه المعركة بكل إصرار وبكل ثبات. شعارنا
الحرية الحرية للصحافة التونسية. 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 حرية حرية دولة البوليس وفاء. حرية حرية رسائل واضحة وباشرة نوجهها إلى كل من في السلطة. أولا إلى رئيس الجمهورية، تعهدك بحماية الصحفيات والصحفيين وبحماية الحرية يجب أن يكون أمرا واقعا لا شعارات. يجب إنهاء حالة الإفلات من العقاب في كل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيات والصحفيين. إلى الحكومة، التراجع الفوري على المنشور 19 الذي يضرب حق الإفلات إلى المعلومة، والمنشور 20 سيء الذكر الذي يضرب العمل النقابي ويضرب كل أسس التفاوض والمفاوضات الاجتماعية. إلى القضاء والسادة القضاة، ننتظر أن تكونوا خط دفاع عن الحرية وعن حقوق الصحفيات والصحفيين وحقوق المواطنين. يكفي من الإحالات على خارج المرسوم 115، يكفي من الإحالات على قانون مكافحة الإرهاب، يكفي من الإحالات على مجلة الاتصالات وعلى مجلة الإجراءات الجزائية. الإحالات في قضايا النشر والصحافة تكون فقط على معنى المرسوم 115. إلى ممثلين النيابة العمومية ووكلاء الجمهورية، كفاكم استخفافا بحرية الناس. بطاقات الإيداع ليست شهوة، أصبحنا نقف كل يوم على بطاقات إيداع في حق صحفيات وصحفيين، في حق نشطاء، في حق مدونين، فقط لأنهم عبروا عن آراء أو لأنهم أدوا واجبهم. يجب إنهاء المحاكمات خارج المرسوم 115، المحاكمات المدنية والعسكرية في حق الصحفيات والصحفيين والمدونين وكل أصحاب الرأي. هذا هو الخطر الداهم، هذا هو الخطر الداهم الذي يتهدد حرية الصحافة والذي يتهدد الحريات في تونس. إذا لم يتم التراجع عن كل هذه الممارسات القمعية، الممارسات الرجعية، سيتواصل النضال وسيتواصل التظاهر، وسنواصل كل تحركاتنا من أجل فرض احترام حرية الصحافة، من أجل فرض احترام الحقوق والحريات. سلطة رابعة، سلطة رابعة، سلطة رابعة، سلطة رابعة، المعلومة لا زالت مصادرة إلى اليوم. حتى شكل التركيز على المعلومة لا زالت مصادرة إلى اليوم. يا مواطن سير سير خذ حقك في التعبير. يا مواطن سير سير خذ حقك في التعبير. يا مواطن سير سير. نحبوا نترحموا على زميلنا اللي غادرنا اليوم، للأسف غادرنا بعد سنوات ممارسته للمهنة ومحصلش على حقه. زميلنا اسماعيل فارة الله يرحمه، ولا يرحم كل الزملاء اللي خسرناهم واللي كلاتهم مهنة الصحافة، رغم انه الدولة ما شافتش حقوقهم وما احترمتش حريتهم، واللي ناضلوا في سبيل حرية الإعلام وحرية التعبير، في سبيل انه المواطن التونسي يكون عنده الحق في انه يعبر على رأيه، في انه يقول كلمته، في انه يوصل صوته. اليوم للأسف الحكومة الحالية تحب ترجعنا لقبل 14 في 2011. احنا جينا شارع الثورة اليوم، شارع الحبيب بورقيبة، باش نذكروا السلطة ونذكروا التوانسة انه من هنا بدأت حرية الصحافة، من هنا بدأت حرية التعبير، انه المواطنين التوانسة هم اللي حرروا الصحفيين، هم اللي حرروا كلمتهم، هم اللي حرروا مؤسسات الاعلام باش ما تكونش بوق دعاية للسلطة. اليوم السلطة تحب ترجع الاعلام بوق دعاية، ما تحبكمش تعرفوا شنو صاير في الكواليس، ما تحبكمش تعرفوا شنو باش يصير لكم غدوة، من زيادات، من قانون جديد، من حكم جديد، من جمهورية.
ما همتهاش بقطاع الاعلام، يهمها الوحيد الا اني تسيطر عليه وتوجهه كيما تحب. المواطن اليوم يقول وينو الاخبار الفلاني؟ الاخبار الفلاني عند الحكومه مسكر عليه غادي. رئيس الجمهوريه ما عملش حتى ندوه صحفيه باش الصحفيين يسالوا اسئلتكم. الحكومه كيف كيف يخاطبوا فيها كان على الفيسبوك، الفيسبوك اللي يستخدموا فيه اليوم زاده باش يشوهوا الصحفيين وباش يشوهوا الناشطين باش يشوهوا كل راي ينجم ينقذهم. للاسف هذه الدوله متاعنا بعد 11 سنه نرجعوا باش نرفعوا نفس الشعارات، نرجعوا باش نندوا بنفس الممارسات اللي قام بها نظام بن علي، اللي قامت بها حركه النهضه، اللي قام بها تحيا تونس، اللي قامت بها الاحزاب اللي حكمت. للاسف اليوم منظومه الحكم الحاليه تعتمد في نفس الممارسات، تحب السلطه تكون الصحافه بوق دعايه ليها. وشفتوا اليوم المسار اللي ماشيين فيه بالتلفزة التونسية، والمسار هذا راهو إذا كان باش يتواصل الوضع غدوة قد تسيطر على كل المؤسسات الإعلامية. وقتها المواطن وقت اللي يضر ما يلقاش شكون يوصل له صوته، ما يلقاش شكون يحكي على مشاكله. للأسف يا مواطنين يا تونس يا مجتمع مدني يا صحفيين يا جمعيات يا مؤسسات، راهي حرية الصحافة ما هيش رفاه للتونس، راهي حق، والحق هذا يلزمنا الكلنا ندافع عليه، يلزمنا الكلنا نتصداو للخطر الداهم اللي يواجه فيه. احنا بيكم نكونوا احرار، بدعمكم نوصلوا صوتكم، وبدعمكم نواصلوا ونكونوا احرار وصوتكم اللي انتم حررتوه من 2011. تحية لكل من أبى إلا أن يشارك في مثل هذه الوقفة وفي مثل هذه المسيرة. نعرف الحقيقة أمام إرادتين، إرادة تسعى لأن تدجن هذا القطاع، وإرادة تسعى لامتلاك هذا القطاع، إرادة تريد أن تقطع جسم هذا الجسر الذي تعهد والتزم ووعد بأن يكون صوتا لهذا المواطن، وبين إرادة أخرى متمسكة بأن تكون صوت هذه الجماهير وأن تكون صوت هذا المواطن، بأن تلتزم بما تعلمته وبما تعهدت به يوم وقعت عقدها مع التونسيين حتى تكون نصيرا لهم. اليوم مع كل أسف نحن نسير وقد تحولت كل مخاوفنا إلى وقائع وإلى جرائم، نسير وقد تحولت كذلك كل مخاوفنا إلى ألم وإلى أوجاع. هذا الواقع الذي يفرض علينا مرة أخرى بأن نكون فقط منتصرين إلى مبدأ الحريات في هذا الزمن. مع كل أسف كل المؤشرات تقول بأن هناك انتكاسة حقيقية في البلاد، مع كل أسف كل المؤشرات تقول بأن هناك استهداف واضح لكل صوت مخالف للسلطة الحاكمة، مع كل أسف هناك كل المؤشرات تقول بأننا نعود إلى الوراء بكل ما تحمل هذه الكلمة. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نظل شهود زور على ما يحدث في البلاد من إرادات تريد أن تؤبد. نحن خبرنا هذه الأنظمة التي تريد أن تمتلك الأصوات الحرة، هذه الأنظمة التي تريد أن تمتلك إرادة التونسيين. التونسيون آمنوا بأنفسهم بأن ينتقلوا إلى عالم آخر، عالم تحترم فيه إرادتهم، تحترم فيه تصوراتهم، تحترم فيهم نضالاتهم، تحترم فيهم كذلك أحلامهم وتصوراتهم، تحترم فيهم كل ما لحقهم من مظالم ومن جرائم. اليوم نلاحظ ملاحقات أمنية وملاحقات قضائية خارج كل التشريعات التي اختارها في وقت من الأوقات التونسيون ضمن منصات معينة وضمن أطر معينة وفي سياقات معينة. اليوم كذلك نلاحظ بأن هناك تضييق جديد وممنهج آخر. أتركك تتكلم وأتركك تصرخ وأتركك تشارك، ولكن لا أسمعك ولا أراك،
وأخطر ما موجود في الأنظمة، أنه رد حذاري أن نستهين بهذا التوجه الخطير عندما نسوق لك بأنني أحترم الحريات، ولكن في النهاية لا أتفاوض معك بل وتسن تشريع ومراسيم من أجل تكريس هذا المبدأ المرسوم أو المنشور 19 والمنشور 20. كذلك هناك محاولات، وهناك تصلنا أخبار على أن هناك محاولات لإعادة تنقيح وتعديل المرسوم 115 والمرسوم 116. هناك العديد من المؤسسات التي انتهكت بكل ما تعني الكلمة. هناك وصول إلى المعلومة بات أمرا شبه مستحيل. النفاذ إلى المعلومة كذلك بات أمرا لا يمكن أن ينتبه إليه بأي شكل من الأشكال. كل هذه الأمور أعتقد بأننا أمام مسار جديد، مسار يحتم علينا مرة أخرى بأن نتمسك بحقوقنا، مرة أخرى بأن نقول كل التاريخ أثبت بأن المعارك التي خوضت مع الصحفيين كانت معارك خاسرة. وهذه الرسالة التي أردنا أن نوصلها إلى رئاسة الجمهورية. وفي هذا الإطار فقط أريد أن أختم بأن أشكر كل المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية التي ساندتنا في هذا اليوم، والتي لا زالت تساندنا تمسكا بحق التونسيين في إعلام حر وإعلام مستقل وإعلام مسؤول.